ديالي ولا ديال امي وخوتي كتسمع لا ديال با بشاوش صحاب لي كلشي بين يدي عارب ويا لا تخليني اولا انا سعيد وفرحان لانني ملي كنشوفوا هاد الشباب ما كنخافوش على المسرح فالمسرح بخير وعلى خير. ذكرونا في ايام زمان فيلاج بحال هذا ويكونوا فيه هاد الشباب مولوعين بالمسرح بهذا الجنون فهذا شي حاجه كتسعدنا احنا كمسرحيين وكجيل الرواد انه كيسعدنا بزاف وكنتمنى لهم التوفيق وكنتمنى لهم النجاح في مسيرتهم الفنيه ولو ان هذا الفن هو صعيب وصعيب وصعيب ولكن اللي حب هذا الميدان هذا خصو يصبر لكل المتاعب ديالو. فشكرا للشباب على هذا العرض الجميل وكنتمنى لهم المزيد. مسرحيه اللوات هي مسرحيه من ابداع الشباب شباب لأول مرة تطلعوا اللاصين أمام الجمهور هما تكونوا داخل القلعة وليدة القلعة تكونوا داخل دار الشباب ديالها لمدة 3 سنوات. المسرحية كانت بمثابة إنتاج ديال 3 سنوات ديال لي فورماسيون في مختلف المجالات ديال المهن المسرحية. مسرحية اللوات تتحاكي وتتعاود لنا واحد الواقع ديال 4 ديال الشخصيات. هاد 4 ديال الشخصيات اللي تلاحوا في واحد البلاصة ما عرفوش فين هي تيروسيرشيو على هاد البلاصة. القاسم المشترك ما بين هاد 4 ديال الشخصيات هما انهم باغيين يتمردوا على ديك اهل اللي ضراتهم في خاطرهم ضراتهم في الحياه ديالهم في الاختيارات ديالهم الشخصيه بغا يتمردوا باغيين يقولوا لا لا شي حوايج اللي تضروا منهم لا المجتمع لا المقدس لا ممكن يكون العائله اللي تتفرض عليك شي حوايج اللي انت ما باغيهمش تتفرض عليك مجالات تقراها وانت ما باغيش تقراها. المشاركه تقريبا كانت هذه من بين المسرحيات لي بروفيسيونيل اللي درناهم. هذا كان العرض ما قبل الاول اللي درناه هنا في دار الشباب. هو المسرحيه كتهضر على الناس باغيين شي ناس باغيين يقولوا لا والدور ديالي كان على تمتامه شخصيه ديال تمتامه باغا تقول لهذا المجتمع بانها رغم انها تمتامه وكل شيء من حقها انها تهضر من حقها انها تدوي ما خاصهمش يقولوا لها سكتي حيت كاين هذه الشخصيه مضطهدة عندنا في هذا المجتمع وحنا من خلال هذه المسرحيه بغينا نوصلوا رساله لدوك الناس اللي كيتطهدوا بحال هاد الناس.